أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم. اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم في مادة الكيمياء. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من الكحولات، وهنشوف الأهمية الاقتصادية للكحولات، وخصوصا الإيثانول، الكحول الإيثيلي، وأهم تفاعلاته وخواصه، ونشوف الكحولات ثاني الهيدروكسيل، الجليكولات، وثلاثيات الهيدروكسيل زي الجليسرول، والعديدة السوربيتول، ونتكلم طبعا عن مركبات أخرى عديدة الهيدروكسيل، ونختص هنا السكريات، وطبعا هنعمل مقارنة ما بين سكر الجلوكوز والفركتوز من حيث الصيغة البنائية. نشوف أيهما هيبقى الدوز وأيهما كيتوز حسب المجموعة الوظيفية في كل منهما. وهنشوف بعض التفاوتات المهمة للجليسرول زي النيطارة مثلا، وهنشوف برضو الأهمية للكحولات ثاني الهيدروكسيل وثلاثيات الهيدروكسيل والعديدة. وفي الفيديو القادم سوف نتحدث عن الفينولات. تابع معايا الفيديو، وفي في صندوق الوصف هنسيب لك ايه امتحان مراجعه. ولو عندك اي اسئله ابعت لي في التعليقات. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء، سلام. الهيدروكربونات ومشتقات الهيدروكربونات. في الفيديو الصغير ده هنديك بس فكره مبسطه عن مقدمه الهيدروكربونات لحد تحضير غاز الميثان وخواصه، وهنشوف بعض المصطلحات المهمة بالنسبة لك اللي هتحتاجها كتير أو هتتكرر عليك كتير في مجال الكيمياء العضوية، سواء في الهيدروكربونات أو في مشتقاتها. فياريت تخلي بالك من المقدمة كويس وتتابعني باستمرار. الفيديو ده بس مجرد سرد سريع لمكونات الهيدروكربونات، بداية من نظرية القوى الحيوية البرازيليوس وفوهلر اللي قام بتحطيمها، وتقسيم الهيدروكربونات لحد الميثان. وبعد كده هنتكلم بقى في شرح تفصيلي في الفيديوهات القادمة والاختبارات اللي جاية. تابعني وإن شاء الله تستفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء، وشكرا. Give me meaning.
في الفيديو هنحل نموذج على الهيدروكربونات. نموذج بسيط 15 سؤال اختار من متعدد، بيعالج يعني اجزاء مهمه من الهيدروكربونات بطريقه مبسطه، كل هدفه معرفه الهيكل الاساسي للجزء بتاع الهيدروكربونات في الكيمياء العضويه. بعد ما تدوس على ارسال وتجيلك النتيجه وتعرف اخطائك، حاول تعيد الامتحان مره تانيه وتشوف النقط اللي وقفت معاك وراجعها لتكمله منهج الثانويه العامه في الكيمياء. وبتمنى ان تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.